النهاردة يا جماعة عندنا تحدي جديد وهو تحدي التخمين. لازم نخمن صح علشان نفوز. فخلينا اول حاجة يا جماعة نشوف في عندنا سكنات هنا اسطورية وخلينا نبتدي باول حاجة. بيقول لي مين الصح، اليمين ولا الشمال؟ اظن يا جدعان ان هو من مش بدقن صح، هو من غير دقن. طب اللي معايا يا جماعة، اللي مختار اللي بدقن يعمل لايك، واللي مختار اللي من غير دقن يعمل اشتراك. ثواني، هما الاتنين بدقن، بس دقنة تقيلة ودي دقنة خفيفة صح؟ لا ثواني يا جماعة. استنى، ما تعملوش لايك ولا اشتراك، هو ده الصح. السلام. هنا بيقول لك سهلة، ماشي هنا قرع ولا بشعر؟ اللي مع القرع يعمل لايك، ولا مع الشعر يعمل اشتراك؟ ثواني يا جدعان. طب هو كان بسكسوكة، طب اللي بسكسوكة يقول لنا يا جماعة، هو بسكسوكة ولا من غير؟ أظن إن هو بشعر، بس ممكن يحلق قرع يا جماعة. ما الواحد محتار بصراحة. يبقى اكيد يا جماعه اللي بشعر صح. احنا لسه قدامنا 41، احنا ما حلناش غير واحد بس. ايه يا عم، ويل سميث هو ده الصح بقى. ايوه بقى. بقول لك سهله، ثواني اسمه ايه؟ والله اسمه ملخبط يا جدعان، يا ريت تترجموا لي يا جماعه. هنا بيقول لك بشعر، ثواني، ما هو الاثنين بشعر، بس ده في هنا شويه شعر اسود وهنا ايه شويه شعر ابيض. انا مش عارف يا جماعه، ممكن يكون مغيره ولا ضحك علينا صاحب الماب. انت يا ابني بتلخبطني معاك ليه؟ بقول لك سهله. طب خلينا نختار دي يا راجل. ايلو، فين التسلا ايلو؟ انا زعلان منك ايلو. لا يا جماعه انا مش هختاره، عشان كذا مره اكلمه يبعت لي التسلا، مش عايز يبعت لي اختاره ولا لا يا جماعه. يا عم ايلو، فين التسلا يا جدع؟ نختار. هو ده مش ما بيربيش دقنه يا جماعه، ولا هو بيربيها؟ ما عشان هو ما اعطانيش تسلا يبقى خليه يربي. ماشي ايلو، خلينا يا جماعه نختار دي الصح. كريستيانو يا جدعان، اللي بيحبه يعمل لايك بصراحه يا جدعان. طب والله ساعات بيلبس نظاره صح، بس مش على طول، ولا من غير نظاره؟ ما مش ما انت ملخبطني معاك يا كريستيانو. نروح فين يا جماعه؟ استنى، هلا هو ده يا راجل. روح. ممتاز. طب دي ايه الهبل دي؟ هنا بتضحك وهنا مكشره. طب انا افهم منين بقى؟ يا جماعه هنا حاطه كحل وهنا مش حاطه كحل. هي بتحط كحل ولا ما بتحطش؟ ايه الكعبله دي؟ من غير كحل صح؟ يا راجل. دي معروفه وش يا جماعه. هنا بيقول لي قرع ولا بشعر؟ ايه حكايه القرع؟ حكايتكم، انا خايف والله اتقرع انا كمان يا جماعه. نختار انا واحده، اظن اللي بشعر، بس ممكن هو يعمل فيلم ويحلق قرع صح؟ لا يا جماعه اللي بشعر. ايه ده بقى دي؟ ايه ده؟ الولد كحه هنا. اتلخبط. ثواني، طب ايه الفرق؟ هنا شعره قصه من ورا، فيه جزء من باين حبه صغيرين، بس اختلاف بسيط جدا يا جماعه، عشان كده الولد اتلخبط وكحكح. انا بصراحه كنت هكح وراه. لا والله دي من النضاره ولا من غير؟ استنى يلا، ده شكله فاهم، ده شكله حافظ يا جماعه. طب حلو، نختار اللي من غير نضاره. خلاص يا حبيبي، اهدى بقى. ايه ده؟ عم ديزل هنا يا جدعان، متخين وهنا رفيع. اكيد رفيع يعني، مش تخين قوي كده يا جماعه، ده مقلبز قوي والله. ايه يا عم كنت واكل انت ايه؟ طب اجي بقى، مش فاهم انا واحده الصح. والله كنت قلت ايه دي؟ الفرق في شعرها. الولد يا جماعه بيضحي بنفسه عشانكم يا جماعه. اللعاب اسمه ايه؟ مش عارف، ده مصارع ده يا جماعه صح؟ هنا بيضحك وهنا ما بيضحكش. لا اكيد ما بيضحكش. الولد يا جدعان كله بيرقص. الله الله يا جاستين، ادينا بقى اغنيه. بي 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 بي. ثواني، هو مربي ده؟ استنى برضو الولد. هو ربى شنبه امتى يا جماعه؟ الله، حاجه اتلخبط. خلينا نختار الشنب. دي دايما ما بتحطش روج. يب، ممتاز. هنا بقى اظن يا جدعان شنب وسكسوكه. يا سلام عليا. استنى يا روك روك، روك روك ما بيتقلش ده انه يا جماعه، انا متاكد. دي بقى مش عارف ده انه تقيله ولا خفيفه، اظن خفيفه. لا والله ما كحتش، انا مش مصدق يا جماعه. ده ما بيلبسش نظاره نادرا، بس قاعد مستنيني. طب انا استعبط كده يا جماعه، اختار دي كده. استنى بس هشوف يغش مني ولا لا. والله كنت عايز اوقعه في الفخ. لحقنا. لا استنى يا جدع، هنا حط كحل وهنا من غير كحل. ثواني يا جماعه، عشان العيال دي بتغششنا واحنا لازم ايه نخمن بمجهودنا، فاظن هي دي الصح. كل العيال ولا ماشي. هنا بقى يا عم توم. توم ولا بصل يا جماعه؟ هنا بنضاره وهنا من غير. طب هو ساعات بيلبس نضاره، بس هو في الاغلب ما بيلبسش نضاره صح؟ يب، يلا يا عم توم. ممتاز. هنا بقى مين؟ مش عارف والله يا جماعه. المهم هنا تخين وهنا رفيع،
بس انا مش عارف مربي دقن ولا هو مربي سكسوكة، دي بصراحة ملخبطة، عشان كده بيقول لي متوسطة، فانا مش عارف انه الصح. مرتين شبه بعضيهم، اظن ده الصح صح يا راجل. ها لا والله، ازاي غريبة يا جماعة، رغم ان دي والله زي دي، بس الفرق في الدقن سكسوكة. دي صعبة بقى. هنا بيقول لي ايه الاختلاف، اوعى تقول لي في الساعة. هنا بدقن وهنا من غير دقن، قصدي بشنب. اظن يا جماعة الراجل ده ما بربيش شنب، وانا مش عارف والله اسمه ايه. خليني اوريكم اسمه، اسمه جوردون رموسايا. ماشي ماشي يا عم راموسا. المهم يا جماعة ده جوردون، ده يا جماعة فاظن جوردون ما بيربيش شنبه صح، من غير شنب. ماشي يا عم جوردون هذا صح. يا سلام عليا، يا سلام. لا اقول لك يا راجل مربي شنب مستحيل يا جماعة، فاظن هي الشمال هي اللي صح. طبعا هنستنى شويه عشان العيال الرخمه دي بتقعد تغششنا احسن كحت. خلينا يا جماعه نكمل ونختار هي دي الصح دلوقتي. يا راجل لبرج جيمس بيضحك وانا مبتسم، يعني اسنانه باينه وهنا اسنانه مش باينه، وانا اقعد اقول لك بقى الصح. يا عم انا هركز في اسنانه يا جماعه، دي اشتغاله والله. روح يا عم في السنان. هنا بقى اختار شعرها اسود ولا شعرها اصفر، اظن اسود صح. يا لعبك يا لعبك يا ودود. هنا بقى عندنا لعيب مين السباق. اوه هنا في دقن يا جماعه، اغلبيه اللي بيجروا في الاسماء دي في السباق الاسماء دي يا جدعان، سباق الجري ده ولا اسمه ايه؟ المهم بيبقى مش مربين دقنهم صح، بيبقى حلق دقنه. ايوه صح. هنا بقى جوني ديب. ماشي يا عم ديب، عندنا شعره اسود ولابس نظاره سودا. اللخبطه، هو شعره اصفر وشعره اسود؟ طب يا جدعان ما ممكن يسبخ وانا معرفش، ما انا ما اضمنكش يا عم، انت ممكن كل شويه بحال. نختار انا واحده حاجه بادي، اظن يا جماعه الشعر الاسود. هو شعره اصفر وانا معرفش. طب خبي علينا يا جيل الهرب، مش بقول لكم يا جدعان سبخوا فجاه. طب هنا بيضحك وهنا مكشر. طب يا حبيبي دلوقتي انت بتضحك هنا وشنبك خفيف، هنا مكشر وشنبه تقيل وبسكسوكه. طب هو من غير سكسوكه ولا بشنب؟ يا ريت يا جماعه تقولوا لو بشنب. مش عارف والله، الاثنين حيره. اظن هي دي الصح. حرام والله، صعبه يا جماعه، فعلا صعبه بجنان. ماشي طلعت هي دي الصح. دي بقى لعيبه التنس، هنا بتضحك وهنا ما بتضحكش. الهبل ده، طب انا هعرف مين يعني. لا والله انت عرفت ازاي يا كابتن؟ عشان ما بتضحكش يعني. اوكي، هي بتبقى دايما مكشره يا جماعه، يبقى الفرق في التكشيره. ماشي اسمها سيرينا. ماشي يا سيرينا. ميسي، ميسي مش حاطينك ليه في الاول ناسوك ولا ايه؟ خلينا يا جدعان نشوف، عندنا في ميسي الغلابه وميسي بتاعنا. طب نختار انه ميسي يا جماعه، ميسي الغلابه ولا ميسي التاني؟ اظن ده ميسي الصح، بس ساعات بيصبغ شعره بيتحول لميسي الغلابه، فمش عارف والله. هو ده النيو لوك بتاعه الجديد صح؟ اظن يا جماعه ده الصح، هو ده اللي مغيره. ميسي ما طلعتش ميسي الغلابه يا جماعه، طلع هو ده الصح. يبقى يا جماعه الغلطه اللي انا اخترت ميسي الغلابه، المفروض هو ده ميسي الصح، فخلينا نختار ده. ممتاز. صعبه جدا دي، شبه مستحيل. هي صبغه شعرها ولا مش صبغه؟ استني يا كيم بقى، انت صبغه ولا مش صبغه؟ وانا مبتسمه وانا مكشره، فانا مش عارف يا جماعه، اظن شعرها اسود. يلا السلام، اخيرا جبت حاجه صح. لا ده انا متاكد 100% يا جماعه. مايكل لعيب انت، ها مقطع السمكه وديلها. مايكل يا جماعه 90% من غير ده. يا سلام عليا. نيمار، استنى بقى الفرق بين نيمار ده ونيمار ده، هنا بيضحك وهنا نص ضحكه. طب ما هي انا مش عارفه بيضحك ولا بيكشر يا جدع، ايه اللخبطه اللي انا فيها دي؟ استنى نيمار، اظن انا واحد الصح. انا مش عارف بصراحه يا جماعه، نختار نيمار الابتسامه دي ما بيضحكش هو قوي كده. ايوه هي دي الصح، يا سلام. هنا بقى بيقول لي شعرها ده ولا ده؟ لا هي كانت عاملاك، لا هي هو ده الشعر الصح. ابره ممتاز. هنا بقى ليدي، استني بس انت كمان اختار اليمين ولا الشمال؟ طب هنا فاتحه وهنا بشرتها مخمقه شويه، اظن يا جدعان ان هي بشرتها فاتحه. يا سلام. هنا كريس، ايه يا عم كريس؟ بدقن ولا من غير؟ اظن يا جدعان من غير دقن مش لاقي عليه، تحس هي متشاله سحب ما بتلخبط وشالها باللخبطه، ودي دقنه الحقيقيه. يب والله توقعتها يا جماعه. طب شيلها صح يا عم زي كوكب. هنا بيقول لي امبوسيبل، امبوسيبل مستحيل. ازاي دي بتضحك ودي مكشره؟ هي في الاغلب مكشره، نكد بقى. شفتوا ان الامبوسيبل جبناها صح يا جماعه. توم، طب استنى
توم بقى أنا واحد فيهم اللي مبتسم ولا فتح سنانه كده؟ أظن يا جماعة اللي بيضحك ده من غير ما مطلع سنانه صح؟ أيوة يا سلام عليا. هنا بقى اللي اسمها مش عارف ايه، ماشي تضحك ولا بتبتسم؟ أظن تضحك بسنانها. ممتاز. هنا بقى ميلي، ها انت بتغششينا؟ استني يا بات عايزين نشوف احنا نعملها بمجهودنا. ثواني يا جماعة الاتنين ملخبطين كده ليه؟ ما انا بصراحة متلخبط من الاتنين. طب ازاي دي صح؟ فرق في السلسلة يعني ولا فين؟ ولا في الكحلة اللي هي حطها؟ يا جماعة الاتنين زي الشعر هنا، الشعر زي كن دايرة. شوف شوف الكابتن والله خدها هنا، ما هي مربينا حبة حلوين. هنا لابس نظارة. لا من غير نظارة. الله عليك يا عم سلام. وصدنا يا جماعة، ايه وجع القلب ده؟ تحدي قاعد انت مش في دماغك ها؟ والله انت سيف كده، والله عايز تتراوغ. فين السيف يا جدعان؟ انا محظوظ مش موجود، قاعد مكبر دماغه مش يجي يشوفنا واحنا معتسين. نقدر ما ناخد دي كده على السريع. خد يا واد واد. ممتاز، خدنا دي يا جماعة، نقدر نطير وننطلق للعالمية. اوه في ساونا هنا كمان، تقعد تعيش حياتك يا باشا. اقعد كده شغلوا يا عيال الساونا يا عيال. خط كده احط اظبط نفسي واتدلع. السلام، نقدر بقى نقعد هنا نعمل عزومة، نصبغ نفسنا يا جماعة. يال لوننا المميز. يا سلام عليك يا عم سلم هالك. اوكي ايه تاني؟ خلينا نشوف ايه تاني من السكنات، نخوف فيها العيال يعني عشان عيال رخمة والله. ايه رأيكم يا جماعة نطقم؟ ايوه نجيب ده. اوكي يا رب يظبط. لا يا عم مش عايز الاحمر، يا عم مش عايز الاحمر يا جدعان، اعطاني كل حاجه نفسي فيها. امسح دي كمان. اوكي همشي بالراحه. ايوه حلو كده، احنا جبنا الراس. خلينا نشوف فيه تاني ممكن نجيبه من السكنات. اظن ان ممكن يمشي معانا. لا مش الطاقيه. روح 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 روح، ولا حاجه تمشي يا جماعه. يب اذا انا ماشيه كده مهنجه والله، عشان اخترت البطء. بص بطيئة زي السلحفة يا خلاصي، بدأت تسرع واحدة واحدة. اجري اجري. يعني اوكي خلينا نختار. طيب ايوه الباتشات ندلع بيها نفسنا، وعندنا نقدر نخش الجروب، هو بيدينا دبل جامب. طب ممتاز، خلينا نشوف كده يا جماعة. الله الله الله، العب روح. اذا المفروض ده الاسود، احنا عايزين اخضر مميز. كمل يا معلم. ممتاز، نقدر بقى نغير الشخصية بتاعتنا، نقدر نجيب دي ولا بروبوكس؟ كم توقعت يا جماعة؟ شاخلل يا واد يا سولم. لا يا عم مش مشاخلل يا عم، كفاية اللي اتلخبطت مرتين. نقعد بقى نتمرجح. ايه ده؟ هم عاملين المرجحة من الازاز؟ ما توعي يلا عشان نتمرجح براحتنا، ده انت رخم صحيح. ايوه نقعد هنا بس كده، خلاص كده يا جماعة، نقعد بقى نتدلع براحتنا، واشوفكم جديد. يلا سلام.